الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. ونحن ما زلنا مع الأعلام الذين ذكرهم العلم الرقم 66، أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي الزجاجي النيسابوري. الزجاجي أو الزجاجي، بالنسبة للزجاج الفاتحة لروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي الزجاجي النيسابوري جاور بمكة سنين كثيرة ومات بها. جاور يعني عاش فيها، مجاورا يعني مقيما فيها طلبا للعبادة، وكان كثيرا من العلماء في هذا العصر يجاور في الحرمين. الآن لا تستطيع بسبب التأشيرة وغيره. صاحب الجنيد، المدينة مطلقا، لكن احيانا يجاور في مكة لوجود بعض العلماء، ليجاور بعض العلماء هناك، لكن المدينة لمجاورة النبي افضل، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون الحديث هكذا. لكن هؤلاء كانوا يتحركون بالاذن من الله عز وجل حتى لا يخلو مكان من قائم لله بحجة، فكانوا يتوزعون في الاماكن، يعني احيانا يترك الافضل للمفضول لعلامة من الله حتى يكون في هذا المكان قائم لله بحجة. صاحب الجنيد وأبا عثمان والنوري والخواص ورويمن، مات سنة 48 و300. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، الذي يقول سمعته هو الشيخ عبد الكريم، الأستاذ عبد الكريم القشيري، كانوا يقولوا عليه الأستاذ، كان أستاذ والشيخ والحاجات دي ألقاب علمية عندهم، يعني ما ينفعش تيجي واحد يتقال عليه أستاذ ولا عليه الشيخ، هو الأستاذ. فالأستاذ عبد الكريم القشيري كان يقول سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول سئل أبو عمرو الزجاجي ما بالك تتغير عند التكبيرة الأولى في الفرائض، يعني أول ما يكبر تكبيرة الإحرام يحصل له نوع من التغير كده، وش الصر، نوع من الرعدة، شيء من الخوف، كانت تحدث لسيدنا علي بن أبي طالب هكذا، وكان يحدث لكثير من الصحابة هكذا عند استحضار الجلال والعظمة، عظمة من تقابله وتكلمه. إذا بلغ الإنسان إلى درجة من الحضور الكافي مع المذكور أو الغياب عما سوى المذكور، بيأخذه نوع من الجلال والهيبة تؤثر على ظاهره في الخارج. فكان هذا حاله أيضا سيدنا أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي. فلما سألوه عن سبب هذا التغير فقال إني أخشى أن أفتتح فريضتي بخلاف الصدق، فمن يقول الله أكبر وفي قلبه شيء أكبر منه، أو قد كبر شيئا سواه على مرور الأوقات، فقد كذب نفسه على لسانه، فكأنه بالضبط بيعترف أنه كذاب بقوله الله أكبر، لأن هناك من هو أكبر في قلبه ممن ذكره بسبب همه به أو اهتمامه به ولو في وقت من الأوقات، لا يشترط بلحظة التكبير ولو في وقت من الأوقات، فلا أكبر من الله في كل وقت وفي كل لحظة، ليس هو أكبر فقط عند دخولك الصلاة، بل هو أكبر مطلقا في كل لحظة وفي كل وقت. وهذا يدلك على كمال حالهم ومراقبتهم لربهم، فهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بشدة مراقبتهم ومحاسبتهم لأنفسهم.
في الصغير والكبير، وكان نظره لنفسه ونظره لعيوب نفسه أكثر من نظر لعيوب الناس، بل كان لا ينظر لعيوب الناس نظرة العيوب، بل ينظر إليها نظرة الستر والعطف لا نظرة النقد. وكان يتعبد الله فقط بالنصح لهم، لا بالشماتة فيه ولا بالدعاء عليه. هكذا كان حالهم، كما كان حال من ورثوا منه ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يشمت في الناس ولا ينتقم منهم، بل كان يدعو لمن يعاديه ويدعو لمن يقاتله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: من تكلم عن حال لم يصل إليها كان كلامه فتنة لمن يسمعه ودعوة تتولد في قلبه. يعني اللي يتكلم على نفسه ويصور نفسه في حال هو مش فيه، حافظ كلام ويقول للناس ده انا بقيت كده وهو ما بقاش كده، ويبتدي يوصف لهم فيما يدعي انه وصل اليه وهو لم يصل اليه، يكون فتنة على الناس، لانه يلبس عليهم الامر، يظنون فيه ما ليس فيه، ثم بعد ذلك يأخذون كلامه حجة، ثم بعد ذلك يحرم هو من الوصول الى هذا المقام بسبب الادعاء والكذب، لان الكذب يؤخره فلا يصل. من تكلم عن حال لم يصل اليها كان كلامه فتنة لمن يسمعه ودعوة تتولد في قلبه. والدعوة هو الادعاء بغير دليل، ما الدعوة مش الحديث يقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر. فالدعوة تحتاج لبينة، الدعوة تحتاج لبينة، فبلا بينة تبقى مجرد دعوة حتى لا ينظر فيها القاضي الا اذا كان معها بينة. فيش بينة القاضي حتى ما ينظرش اليه. فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر. وحرمه الله الوصول الى تلك الحال بشؤم كذبه وبشؤم ادعائه فيحرم بقى. وقد جاور بمكة سنين كثيرة لم يتطهر في الحرم، بل كان يخرج الحل الى الحل ويتطهر فيه. قيل مكث 40 عاما في مكة، كان لا يبول ولا يتغوط في الحرم، اذا اراد ان يبول او يتغوط كان يخرج خارج الحرم فيتوضا 40 عاما تبديلا للحرم من ان يخرج نجاسته فيه. وهذا من باب كمال الادب، وان كان غير مطلوب شرعا ما فيهاش مشكله يعني، لكن ده يدلك على كمال الادب من جهه، دي حاجه، ويدلك ايضا على قله طعامه وشرابه، دليل انه كمان يعني مش رايح جاي بقى يتبول ويتغوط، ما مش هيلحق، فده دليل انه هو كمان كان قليل الزاد، وكلما قل الزاد وقل الشراب قل الاحتياج الى الخارج. وكان من ضمن نصائحه في من فقد شيء ويريد ان يبحث عنه فيجده، انه يقرأ سورة الضحى 3 مرات ثم يقول: اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع علي ضلتي. يبقى يقرأ سورة الضحى 3 مرات ويقول: اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي. وقال في حديث: تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة، بيشرح هذا الحديث: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. فقال: المراد بالتفكر نسيان النفس، المراد بالتفكر نسيان النفس، يعني أن لا تتفكر فيما سوى الله، لأن مفيش ألصق مما سوى الله من نفسك بك، هي دي ألصق حاجة، ثم بعد ذلك الأكوان خارجة عنك. فإذا نسيت ألصق شيء بيك يبقى من باب أولى تنسى كل شيء. ومن كلامه في الهامش: المعرفة على 6 أوجه، معرفة الوحدانية، معرفة الوحدانية، أي أن الآثار كلها التي تراها في الأكوان
منشأها واحد هو الله عز وجل، وبغير هذا الواحد لا وجود له، ودي معناها وحدة الوجود عند الصوفية. الناس متصورة وحدة الوجود عند الصوفية ان الله حل في الاشياء، فكان الله في كل شيء. ابدا، ما حدش قال كده. اللي قال كده قال كده حسب ما فهمت انت، لكن هو ما يقصدش الفهم اللي انت فهمته ده ابدا، لان احيانا بعضهم كان يعبر بعبارة مهمة فتيجي انت تقرا العبارة فتظن ان هو ده يريد. لا، ما حدش اراد كده ابدا. لم يقل احد من اهل السنة والناجين ان الله حل في الاكوان ابدا، لان الحلول في الاكوان معناها الحركة، والحركة معناها الحدوث، والله قديم، كيف يحل القديم في الحادث؟ مستحيل. فوحدة الوجود عند الصوفية هي معرفة الوحدانية، والوحدانية معناها نسبة جميع الآثار في الأكوان إلى موجد واحد وهو الله، فاعل واحد وهو الله. هذه معنى وحدة الوجود، أي لا يوجد موجد للوجود سوى واحد. هذه معنى، لأن الوحدانية تقتضي في ظاهرها التعدد، وفي باطنها والمصدر أنها من واحد، فهي في ظاهرها متعددة. الأكوان فيها تعدد، مخلوقات كثيرة، ولكن مع كثرة المخلوقات وكثرة الحوادث ترجع هذا كله إلى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فالمعرفة على ستة أوجه: معرفة الوحدانية، ومعرفة التعظيم، تعظم هذه الآثار التي جعلها الله سبحانه وتعالى وتجلى عليها بصفة الوجود فوجدت، وبصفة الظهور فظهر. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم كل شيء، كان يجل النعمة وإن دقت، لأنه ينظر للمنعم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحقر شيء. ومعرفة التعظيم، أي إذا عرف أن الفاعل واحد والموجد واحد فكل آثار هذه الوحدانية معظمة. يبقى الذي يتولد بعد معرفة وحدة الوجود تعظيم هذا الوجود لتعظيم الإيه؟ الموجد له. ومعرفة التعظيم لله عز وجل باحترام الموجودات، ومعرفة المنة، ثم بعد ذلك يستشعر أن المنعم واحد، طالما الموجد واحد فالمنعم أيضا واحد، فيستشعر أن المنة تكون لله عز وجل مع مراعاة الوصائف أيضا، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الواسطة لا يشكر الموصوف. ومعرفة المنة، ومعرفة القدرة، أنه على كل شيء قدير. فإذا علمت أنه على كل شيء قدير لا ييئسك شيء، ولا يؤثر على أملك في الله شيء، لأن الله على كل شيء قدير، ولا يحشك شيء، ولا يخيفك شيء. ومعرفة الأزل، أي القدم المتصف به سبحانه وتعالى حتى يتميز عن الوجود الحادث هذا، فيحال أن يكون القديم حل في الحادث. يبقى كل المعارف السابقة متعلقة بالآثار، فهذه الآثار كلها آثار حادثة، فيدلك الحادث على وجود المحدث، ولا بد أن يكون المحدث ليس كمثله شيء، فيكون لم يسبق عدم، وده الأزل الدوام، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. ومعرفة الأسرار، وهي الحكمة المنبثقة في الأكوان وفي الأحداث وفيما أراده الله سبحانه وتعالى من خلال قدرته الظاهرة في الأكوان. فالأسرار هي الحكمة المودعة في خلق الله عز وجل وفي المواقف وفي الأقوال وفي الأفعال، فتجد أن الحكمة موافقة لفعل الله، ولكن فعل الله لا يوافق الحكمة، بل الحكمة هي التي توافق فعله سبحانه وتعالى، لأنه يفعل بلا علة سبحانه وتعالى، العلة لا تؤثر فيه، بل هو الذي يجعل العلة مطابقة لفعله، ولا تكن العلة هي التي تسوقه للفعل.
وقال: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فردهم إلى الشريعة والاتباع. فالعقل الصحيح وهو الذي يستحسن محاسن الشريعة، وهو الذي يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه. يبقى القبيح ما قبحه الشرع، والحسن ما حسنه الشرع، بخلاف المعتزلة. ونشأ عن المعتزلة أفكار غريبة في الأصول، وإن كانوا لم يقولوا بها، ولكن أسلوب التفكير نفسه أنشأ مدارس تقول حيثما كانت المصلحة فهي شرع الله. هذا خطأ. في ناس يقولوا القاعدة دي، يقول لك حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله. لا، انظر هل المصلحة هذه موافقة لشرع الله أم مخالفة لشرع الله. فمصلحة المرابي في الربا، فهل هذا ثم شرع الله؟ مصلحة الذي يتاجر في الخمر أن يبيعه وأن يسوقه في الأسواق، فهل هذا شرع الله؟ لا. حيثما، وعلشان كده نشأ فكرة كلمة حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله، وهذا خطأ قبيح. بل حيثما تجد شرع الله تجد المصلحة، يعني عكسها تجدها صحيح، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، لا ما حسنه العقل. وعشان كده المدارس العلمانية التي تجعل العقل هو المهيمن، وقد يكون ما يستحسنه العقل الآن يستقبحه بعد فترة. الآن العقل في أوروبا وأمريكا يستحسن الشذوذ، ويجعل هناك حقوق للرجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة، ويجعلون لهم حقوق، فهل هذا يكون ثم شرع الله وقد استحسنه العقل في فترة من الفترات؟ مستحيل. يبقى شرع الله هو الذي يحكم على الأشياء، لا عقل الإنسان، لأن عقل الإنسان قد يضل وقد يخيب بسبب الهوى وبسبب الشهوة وبسبب الجهل وبسبب سبق الخذلان، لأن أهل النار بعمل أهل النار يعملون، وعمل وأهل النار ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم إيه؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني شايف إن المصلحة كده وهي عين الضلال. فجاء الشرع الشريف فضبط هذه القاعدة، بل ضبط العقل نفسه، وجعل الحسن هو ما حسنه الشرع والقبيح هو ما قبحه الشرع، بخلاف نظرة المعتزلة الحسن هو ما حسنه العقل والقبيح هو ما قبحه العقل. ولكن نفس فكر المعتزلة ده يريدون أن ينشرونه الآن في صورة ثوب جديد، اللي هي الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني، يجب علينا أن نناقش الموروث الفقهي من الفقهاء. عايزين هم يعملوا كده، عايزين يعادوا الفقهاء. ليه يعادوا الفقهاء؟ لأن الفقهاء كانوا هم الحصن اللي كسروا كل الدعاوى اللي ضد الشرع الشريف، لأن قعدوا القواعد وأصلوا الأصول. هم عايزين يقولك إن الأصول والقواعد دي اللي وضعها الفقهاء ده وضع بشري، والقرآن والسنة ما وضعتش هذه القواعد، فإحنا عايزين نكسر هذه القواعد وناخد على طول من القرآن والسنة. فعايزين يخرجوا من سياق صور القواعد الفقهية والأصولية اللي وضعها علماء الإسلام بعدما تشبعوا بالفكر الإسلامي الصحيح في العصور الأولى، وضعوا به القواعد حتى تقيس عليها ما جد. لا، هم عايزين يغيروا، يقول لك هل شهادة المرأة تبقى نصف شهادة الرجل ولو كان هذا الرجل جاهل لم يدخل المدرسة وهذه المرأة أستاذة في الجامعة؟ ما هو يجي لك في التلفزيون يقول لك كده، يقول لك دي امرأة أستاذة في الجامعة معاها دكتوراه، وده راجل ما يعرفش يفك الخط، جاهل أجهل من دابة. عند القاضي يجعل شهادة المرأة دي اللي ماله هدومها دي اللي عندها علوم مثل الجبال نصف شهادة الرجل، ولا كأيام ما كان الرجل والمرأة الاثنين جهلة فكانت المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل، فإذا تغير العلم تغير الحال؟ عايز بقى يناقشك، عايز يناقشك في ايه؟ في الاساسيات، القواعد اللي ربك سبحانه وتعالى جعلها عشان يهزك. تقوم تقول ده ربنا قايل كده، قال لك ربنا لما انزل القرآن انزل القرآن مراعاة لحال السامع، والسامع كانوا جهل الاثنين زي بعض متساويين، لكن الوقت ما بقوش متساويين.
يوم يبتدي يهزك يهزك ويلخلخك، وفي الاخر مراتك تخلعك. نفس القصة يجي يقول لك كان زمان المرأة لا عمل لها وليس لها اي دخل الا ان ينفق عليها ابيها او زوجها بعدما تتزوج، والان المرأة لها، والاسلام يقول ان المرأة لها ذمة مالية منفصلة. تقول نعم لها ذمة مالية منفصلة. طب الان المرأة تتكسب، واحيانا يكون الرجل لا كسب له على الاطلاق، فلما صارت المرأة لها كسب صارت تنفق في البيت وتربي اولادها، بل احيانا تنفق على زوجها الذي لا يجد عمل، فصارت مسؤوليتها المالية كبيرة مثل الرجل، فيظل الارث المرأة تأخذ اقل من الرجل. ولا اذا كانت هذه المرأة متطلباتها المالية كثيرة وبتنفق على ايتامه وبتنفق على اولادها، وجوزها مات وجاء ابوها مات، نديها اديها اقل من اخيها. ليه؟ اخوها لسه لا اتجوز ولا عنده مصاريف، ده ايه عندها مصاريف؟ يبقى المسألة قبل للمناقشة. ايه رأيك يا عم الشيخ؟ ادي تجديد الخطاب الديني، ادي لعبة تجديد الخطاب الديني. يقول لك ايه؟ ان الفقه ده موروث بشري وده فهم الفقهاء، ولكن احنا عندنا الوحي القرآن والسنة، وهو بيقول لك القرآن والسنة، وما تخش معاه هيطلع لك ان السنة كمان موضوعة بعد شوية، لكن هو في الاول عايز ياخد بايدك الاول حبة بحبة. ادي الطريقة بتاعته. فنفس التفكير العلماني الخبيث اللي هو يريد انك انت تتنازل عن بعض الحقائق، في حين ان المسألة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل دي المسألة كلها مش مسألة عشان ده متعلم وده جاهل، عشان التكوين النفسي للرجل غير التكوين النفسي للمرأة. التكوين النفسي، انت لما تشوف جريمة قتل الراجل يبحلق، الست تعمل كده حتى لو معاه دكتوراه هتعمل كده، يبقى هتشهد ايه دي؟ دي هتصوت وتجري، يبقى مش هشوف حاجة حتى لو معاه دكتوراه. لكن الثاني الجاهل اللي ما يعرفش يقرا ويكتب هيبحلق كده، والقاضي في الشهادة عايز اللي شاف، مش عايز في اللي بيقرا ويكتب، عايز اللي شاف يقول له. فهمت المسألة؟ فيبقى التكوين النفسي مختلف، مش مسألة علم وعدم، دول جهل ما يعرفوش شرع الله عز وجل ولا يفهم. وبعدين هم عايزين يغيروا، خلوا المرأة تساوي الرجل في كل حاجة، إذا كان أصل الأصل هو الراجل، مش ربك بيقول كده الأصل هو الراجل؟ ده أنت لما تروح مكان عمل وتلاقي واحد سبقك في الوجود في هذا العمل يقول لك أنا إيه؟ أنا قديم عنك هنا، أبقى ريسك على طول، أنا سينيور عليك، مش كده برضه؟ ويعترف بالسينيورتي دي في جميع مراكز الأعمال. طالما واحد أقدم منك في المكان ده في سنة خلاص تفضل طول عمرك، يوم ما يترقى ده يترقى يسبقك، صح ولا لا؟ ده عادي. طب مين اللي جاء في الكون قبل الرجل قبل الاول ولا المراه؟ الرجل. فالرجل هو الاصل، بل المراه خلقت منه، وعشان كده القوامه للرجل، خلقكم من نفس واحده. ليه؟ سيدنا ادم راجل الاول، سيدنا ادم ادم، صح ادم ولا مش ادم؟ يعني احنا سينيور على المراه، جينا قبلها. ايه اللي يزعل في دي يعني؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ربنا جابنا قبلها خلاص الحمد لله. والمساله مش مساله تعالي بقدر ما هو مساله فضل الله، ثم ينبني عليها بعد ذلك واجبات هي الموده والرحمه والشفقه وايجاب النفقه وحسن العشره والمعامله، مش القهر والغلبه. الحكايه كلها مش مبنيه على القهر والغلبه، لكن هم عايزين يخلوا الحكايه كلها مبنيه على القهر والغلبه، وجعلهم شعوبا وقبائل مش ليتعارفوا، لا ليتناحروا ليتناصروا ليتدابروا. وربك يقول ليتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالله سبحانه وتعالى يريد ان يكون الاختلاف سبب للموده والرحمه، وهم يريدون ان يجعلون الخلاف سبب للتناحر والتدابر. وده وجهه نظر مختلفه غير الوجهه التي ارادها الله سبحانه وتعالى. فهو ينقشك من وجهه نظر بعيده كل البعد عن وجهه نظرك انت، فتاخد بالك. ادي معنى الحوار الديني. فكل ما حسنه الشرع هو الحسن، وكل ما قبحه الشرع هو القبيح. والله اعلم. العالم 67، ابو محمد جعفر بن محمد بن نصير، الفاتحه لروح عظيم.
ابو محمد جعفر بن محمد بن نصير بغدادي المنشأ والمولد والوفاء، صاحب الجنيد وانتمى اليه، يعني اخذ طريقه، وصاحب النوري ورويما وسمنون والطبقة، مات ببغداد سنة 48 و300. قال جعفر: لا يجد العبد لذة المعاملة مع الله مع لذة النفس. يعني اذا وجد العبد لذة نفسه لا يجد لذة المعاملة مع الله، لانه لا يصل الى لذة المعاملة مع الله مع وجود الشهوة وغلبة الهوى. فالشهوة وغلبة الهوى هي لذة النفس، فكيف يستشعر بلذة المعاملة مع الله مع وجود غلبة الهوى والشهوة؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفس بايه؟ مؤلف علامة فجورها وتقواها، بترك الفجور وايه وتنمية التقوى فيها. وتنمية التقوى فيها تكون بمخالفة الشهوة والهوى وترك الحرام وتجنب بقدر الطاقة المكروه، مع مراعاة الآداب في الأمثال ومراقبة الله عز وجل في كل ذلك. يبقى في الحالة دي تخمد لذة النفس، فتجد النفس لا لذة لها إلا في القرب من مولاها عندما تخمد وتموت. ولذا من كانت في نفسه لذة بقيت لذة، أي شهوة وتعلق بسوى الله بما سوى الله، لا يجد لذة المعاملة مع الله، لأنه ما زال مشتتا بين الله وبين نفسه، مشتت فيه شركاء متشاكسون. لا يجد العبد لذة المعاملة مع الله مع لذة النفس، أي مع وجود لذة نفسه، لأن أهل الحقائق قطعوا العلائق التي تقطعهم عن الحق. ولا شك أن لذة النفس من العلائق القاطعة والشهوات المانعة قبل أن تقطعهم العلائق. يبقى أهل الحقائق قطعوا العلائق قبل أن تقطعهم العلائق عن مرادهم وهو الله. فالعلائق إما أن تقطعها فتصل أو تقطعت فتحجب. العلائق هي الشهوات وكل ما وكل تعلق بما سوى الله، اسمها قواطع الشهوانية والعلائق الجسمانية. كل دي اما ان تقطعها فتصل او تقطعك فتحجب. فهي المسألة كده، طالما في بقية منها يبقى مقطوع، لا بقية فيها تبقى وصلت. وقطعها لا يتم الا بالشرع الشريف، مش باليوجا. يقول لك هلعب يوجا علشان اقوي الحاجات الروحانيه عندي، يقعد له كده 3 ساعات. في ناس بتعمل كده والله، ومسلمين يروحوا يلعبوا يوجا، يقول لك عشان مش عارف ايه اوصل. توصل لايه يعني؟ يلعب يعني في السيرك يعني عشان يقعد على المسمار ما يقولش اي، هو ده الهدف يعني؟ ضلال. تربي نفسك على شرع النبي مش على طريق بوذي ولا على طريق يوجا. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول، سمعت جعفرا يقول: إنما بين العبد وبين الوجود أن تسكن التقوى قلبه، فإذا سكنت التقوى قلبه نزلت عليه بركات العلم وزالت عنه رغبة الدنيا. إنما بين العبد وبين الوجود، أي شهود الموجود، أدي معنى الوجود. لأن طول ما الإنسان يشهد في الوجود ما سوى الموجود بحق فقد شهد الثاني. فهمت ازاي؟ يبقى في الفناء في الاكوان، وده حال اهل الشهوات، وفي الفناء في مكون الاكوان، وده حال اهل البقاء. يبقى الفناء له وجهان، وجه قبيح ووجه مليح. القبيح هو الفناء فيما سوى الله، اي الانهماك في الأكوان، وكل الأكوان فانية، كل من عليها فان، فكأنه يفنى في الفاني، والفاني في الفاني لا وجود له، يبقى في وهم. ولكن هناك من يفنى في الباقي فيكون عين البقاء، وده عين البقاء.
يكون فانيا في الظاهر باقيا في الحقيقة. وعلى شكل هنا بيقول إن ما بين العبد وبين الوجود أي شهود الموجود، لأنه لو شهد نفسه انشغل بالفاني عن الباقي. إنما بين العبد وبين الوجود أن تسكن التقوى قلبه، والوجود هنا بمعنى البقاء بعد الفناء عما سوى الله. الوجود هنا بمعنى البقاء بعد الفناء عما سوى الله، واضح؟ إنما بين العبد وبين الوجود أن تسكن التقوى قلبه. يبقى البداية، البداية أن التقوى تسكن القلب. فإذا سكنت التقوى قلبه نزلت عليه بركات العلم اللدني. واتقوا الله ويعلمكم الله، مش كده برضو؟ لأن العلم، العلم الذي يقوم على الدليل قد يكون حاجبا غير موافق، قد يكون حاجبا، قد ينشغل الإنسان بالدليل عن المدلول. لأن العلم الذي يقوم على الأدلة قد يوصل وقد لا يوصل، ولكن العلم اللدني يوصل قطعا. وعشان كده هو بيتكلم هنا على العلم الذي أثارته وأشارت إليه الآية الشريفة واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله أولا تحتاج إلى العلم بالدليل، ثم العمل بمقتضى العلم بالدليل اللي هو العلم الشرعي، ثم العمل بمقتضى هذا العلم، ثم الخشية مع دوام الإخلاص والمراقبة. دي معنى التقوى، ده أربع حاجات تراعيها في الأول. فإذا سكنت التقوى بالأربع أشياء دي اللي هو العلم بالدليل الأول، ثم العمل بمقتضى هذا العلم، ثم الإخلاص في هذا العمل مع غلبة الخشية في القلب مع وجود الرجاء، يبقى دي تمكنت التقوى في القلب. فإذا من عمل بما علم أورث الله علم ما لم يعلم، هذه الحديثة اللي هو برضو يبين معنى آية واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا سكنت التقوى قلبه نزلت عليه بركات العلم اللي هو العلم اللدني، ده اللي هو العلم اللي يبين لك الأشياء على حقيقتها. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. فإذا نزلت عليه بركات العلم ده اللي هو ربنا يكشف له الحقائق على حقيقتها، يوم ما ينشغلش بصورة الأشياء بل ينظر للأشياء على حقيقتها. فإذا نظر الأشياء على حقيقتها فنظر للدنيا فتشى لا يجد شيء، فيسقط تعلقه به، خلاص يسقط تعلقه به. علشان كده قال لك ايه، وزالت عنه رغبة الدنيا، زالت عنه رغبة الدنيا. ليه؟ لأنه رأى الأشياء بحقيقتها، لم يراها بصورتها وبهرجها بل رآها بحقيقتها. شفت كلامهم زي الذهب، كلام زي الذهب، كأنك بتقرأ الجواهري يعني يتوزن، وكله ماشي على الشرع الشريف. إنما بين العبد وبين الوجود أن تسكن التقوى قلبه، فإذا سكنت التقوى قلبه نزلت عليه بركات العلم وزالت عنه رغبة الدنيا. في الهامش يقول أبو محمد جعفر بن محمد بن النصير الخواص البغدادي ويعرف بالخلدي، قال الخطيب في تاريخه وشيخ الصوفية، رحل إلى مكة والفرات ومصر ولقي فيها المشايخ الكبار من المحدثين والصوفية، ثم عاد إلى بغداد وروى بها علما كثيرا، وقال عندي 100 ونيف وثلاثون ديوانا من دواوين الصوفية. ومن كلامه المحب يجتهد في كتمان حبه وتأبى المحبة إلا اشتهارا. المحب لله عز وجل المخلص يريد ألا يشتهر، لكن المحبة طريقتها تأبى إلا اشتهار. يعني مهما تحاول تخبي ما تعرفش تخبي،
حتى عملوها اغاني، الحاجات دي فيها اغاني كتيره بتتكلم على المعنى ده، بس بيتكلموا على معنى الحب الدني، واخد بالك ازاي؟ يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم. وقال برضو مثل البهار على خديك والعنم، يعني حاول يخبي حبه لكن تبص في خده تلاقيه شاحب اللون من كثرة السهر، تعبان، تقول له انت مالك مهموم ليه، انت ايه، باين عليه برضو، باين عليه انه ولهان. وعشان كده في القصيدة في البردة بدأها ايه بالعشق والايه والغرام، اي في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده المعنى. وقال العقل ما يبعدك عن مواطن الشبهات، العقل ما يبعدك عن مواطن الشبهات، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. العقل من الايه، من العقال، والعقال اللي هي الحاجه اللي تربط الدابه تمنعها انها تمرح وتسرح في اي حته، كذلك عقل الانسان زي العقال ربطه كده، ما من غير العقل شوف واحد مجنون كده يعمل كل حاجه، يجي في الجامع هنا ممكن يبول في الجامع، ما هو مجنون بقى يعمل اي حاجه، يمشي في الشارع كده يروح ضارب ده على دماغه وخاطف من ده مش عارف اي حاجه يعمل. فاول ما الناس تشوف واحد يعمل كده يقولوا سيبوه ده مجنون، يعني ما عندوش عقل. العقل بقى منعك تخليك ماشي كده، تستحي انك تنظر، تستحي انك انت تعمل حاجه ما تليقش، تستحي انك انت تعمل موقف ما يليقش، حتى يعني تيجي يعني يضربك البول تقوم تدور على دورة ميه، ما تقدرش تعملها في الشارع، تعملها في الشارع ازاي؟ صح؟ بعقلك ما يليقش بقى، انا راجل في السن ده اعمل الشغلانه دي زي الحمار كده في الشارع، ما ينفعش. خدت بالك ازاي؟ فالعقل يمنع الانسان عن ايه؟ عن كل موضع فيه ريبه وموضع فيه شغل، عشان كده سموه العقل، كانه لجام كده ملجمك من جواك، يقودك من داخلك، وجعل ربك سبحانه وتعالى الشرع حاكم على هذا العقل، بل الشرع ما ينزلش الا على هذا الموضع في الانسان، وهو اللطيفه اللي في جسمه اللي هي العقل العجيب ده. وجعل هذا العقل موطن للعلم. فإذا كان العقل وعاء واللي موجود جواه العلم، يبقى أيهما أفضل، العقل ولا العلم؟ اختلفوا. اختلفوا. طبعًا بالعقل زي ما شبهتها لك كده هتقول العلم. لكن الإمام الرملي كان رأيه إن العقل، لأن لولا العقل ما كان علم، فلو ضاعت الوسيطة ضاع الموصوف. واخد بالك إزاي؟ وجاء امام ثاني اظن ابن حجر الهيتامي رايه لا العلم زي ما قلته كده، وعملوا شعر، واخد بالك زي لو عقله علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهما من ذا الذي منهما قد احرز الشرف. العقل قال انا الرحمن بي عرف، لا العقل مش ربنا عرفه بالعقل، فالعقل قال انا الرحمن بي عرف كده بس. فالثاني بقى العلم اداله، قال بأين الرحمن اتصف؟ الرحمن اتصف بالعلم ولا بالعقل؟ بالعليم. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فهي المسألة كلها أيهما أفضل؟ العقل ربنا خلقه علشان يستوعب العلم. بالنسبة للمخلوق محتاج لاثنين ليكمل فقره، محتاج لاثنين ليكمل فقره. أما ربك محتاج مش محتاج لحاجة، فالعلم عنده علم ذاتي مش علم مكتسب، فمش محتاج الوعاء اللي يتحط فيه، وعشان كده أنا متصل بالعقل لأنه مش محتاج الوعاء، لأنه لو كان محتاجا لكان مفتقرا، والله غني مستغني فمش محتاج. والعلم عند الله سبحانه وتعالى لا يزيد ولا ينقص، لانه علم كشفي ذاتي مش مكتسب، ده ذاتي فيه، خدت بالك؟ لكن بالنسبه لنا العلم عندنا مكتسب
والعلم عندنا ليس بذاتي، فيحتاج لوعاء يجتمع فيه ليبين لك أنك مهما كنت عالما فما زلت مفتقرا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفتقر لشيء. العقل ما يبعدك عن مواطن الشبهات، عن مواطن الشبهات، زي حديث النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. العالم 68 أبو العباس السياري، الفاتحة للروح. اسمه القاسم ابن القاسم، القاسم ابن القاسم ابن مهدي من مروة، صاحب الواسطي وانتمى اليه في علوم هذه الطائفة، وكان عالما، مات سنة 42 و300. سئل ابو العباس السياري بماذا يروض المريد نفسه، بماذا يروض المريد نفسه؟ شوف تملي يتكلموا عن النفس على انها حيوان مفترس عايز ترويض، فهو من نفس الالفاظ اللي بيختارها يعرفك ان نفسك دي حيوان مفترس محتاجه تتروض. اللي بيحتاج يتروض ده القطه، اما القطه مش مفترس، لكن اللي يحتاج يتروض ايه؟ الاسد هياكلك، النمر ياكلك، واخد بالك؟ فعلشان كده عايز يقول لك ان نفسك دي لو ما ادبتهاش وروضتها هتاكلك تهلكك. بماذا يروض المريد نفسه؟ فقال بالصبر على فعل الاوامر، اي الاوامر الشرعيه، واجتناب النواهي، وصحبه الصالحين، وخدمه الفقراء. اربع حاجات، الالتزام بالاوامر، ويدخل في الاوامر ايه؟ يدخل في الاوامر الواجبات والمندوبات، واجتناب النواهي يدخل فيها المحرمات والمكروهات كده برضه، وصحبة الصالحين علشان تكتسب منهم اللطائف والإشارات، وتكتسب منهم الدعوة والإرشاد، وتكتسب منهم القبول عند الله، فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني يمكن تجلس بس معاهم كده لمجرد علشان في الآخر قوموا مغفورا لكم، فيقولوا الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم، ده جاي يستنى فلان بس، ده ليه مصلحة، يقول انهم القوم لا يشقى بهم الجليل. فانت كسبان كسبان بمجالسة الصالحين وصحبتهم، وخدمة الفقراء، تخدم الفقراء اي المفتقرين الى الله، لا المفتقرين الى الخلق بل المفتقرين الى الله. اللي هم السالكين، اللي هم اهل الله، اللي هم المريدين، اللي هم اقرانك في الطريق، وانت ماشي في السفر كده ومسافر، واحد شايل شيله تقيله تاخدها منه تحطها له في العربيه، مش كده بتخدمه ولا لا؟ بتخدمه. كذلك وانت ماشي في الطريق الى الله كده تلاقي واحد مهموم تقوم تاخد بايده، واحد ابتدى يكسل عن ورده تاخد بايده وتساعده وتشجعه، واخد بالك؟ طرأت له شبهة، يعني اتعرقل واتكعبل، وقع اتعور، تربط له رجله، تربط له ايده، توديه نقطة الإسعاف. كذلك في الطريق إلى الله تطرأ شبهة تكعبل في مخه، واخد بالك؟ تقوم تزيلها من مخه. النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه معنى خدمة الفقراء. فطول ما أنت في خدمة الفقراء ربك في خدمتك، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال ما التذ عاقل بمشاهدة الحق قط، لأن مشاهدة الحق فناء. خد بالك، ما التذ يعني شعر باللذة، فإذا شعر باللذة ما زال فيه بقية، ما زال فيه بقية، أدي معنى كده، يعني لا تصل إلى الله طالما فيك بقية، أدي معنى ما التذ. ما التذ عاقل بمشاهدة الحق قط
لأن مشاهدة الحق ثناء ليس فيها لذة، ليس فيها نفس تلتز، ده ثناء، بل هو الفناء. احنا قلنا قبل كده ان الفناء يكون في الافعال، وفناء في الصفات، وفناء في الذات، يعني ثلاث درجات من الفناء. فيفنى ثم يفنى ثم يفنى، ففي الفناء عين البقاء. فيفنى اي في الصفات، فيفنى في الصفات ويفنى في الافعال. الفناء في الافعال اولا، والله خلقكم وما تعملون، يجد ان الفاعل هو الله في كل شيء، فلا ينسب الفعل الا الى الله، ما يلومش حد، حتى لو وقع عليه ضرر منه ما يلومهمش، يعتبر ان هذا من الله، لان لو اراد الناس جميعا ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك، وانت ماشي في الطريق الى الله كده تلاقي واحد مهموم تقوم تاخد بايد، واحد ابتدى يكسل عن ورده تاخد بايده وتساعده وتشجعه، واخد بالك، طرأت له شبهه يعني اتعرقل واتكعبل وقع اتعور، تربط له رجله، تربط له ايده، توديه نقطه الاسعاف. كذلك في الطريق الى الله تطرأ شبهه تكعبله في مخه، واخد بالك، ثم تزلها من مخه. النصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، ادي معنى خدمه الفقراء. فطول ما انت في خدمه الفقراء ربك في خدمتك، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وقال: ما التذ عاقل بمشاهده الحق قط، لان مشاهده الحق فناء. خد بالك، ما التذ يعني شعر باللذه، فاذا شعر باللذه ما زال فيه بقيه، ما زال فيه بقيه، ادي معنى كده، يعني لا تصل الى الله طالما فيك بقيه، ادي معنى ما التذ. ما التذ عاقل بمشاهده الحق قط، لان مشاهده الحق فناء ليس فيها لذه، ليس فيها نفس تلتز، ده فناء، بل هو الفناء. احنا قلنا قبل كده ان الفناء يكون في الافعال، وفناء في الصفات، وفناء في الذات، يعني ثلاث درجات من الفناء. فيفنى ثم يفنى ثم يفنى، ففي الفناء عين البقاء. فيفنى اي في الصفات، فيفنى في الصفات ويفنى في الافعال. الفناء في الافعال اولا، والله خلقكم وما تعملون، يجد ان الفاعل هو الله في كل شيء، فلا ينسب الفعل الا الى الله، ما يلومش حد، حتى لو وقع عليه ضرر منه ما يلومهمش، يعتبر ان هذا من الله، لان لو اراد الناس جميعا ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. واحد خبطه يقوم ايه ما يزعلش منه، خلاص يعتبر ان اللي خبطه ربه عشان يفوقه، زي سيدنا اسماعيل سبق العدو فاكر، كنا معاه في رحله في الصعيد سنه 91، فكان بيقعد يحكي لنا كده عن بعض نوادره وهو صغير، بيقول كان بيخطب في مسجد سيدي احمد دردير، وكان لسه بقى شاب كده، بيقول كنت لسه شاب فرحان بنفسي بقى كده، فخطبت خطبة جمعة جلجلت، فأنا بقى لقيت إيه، والناس كلها بقى إيه، قالوا إيه ده وهو شاب كده، أما لما يكبر هيبقى إيه، والدنيا اتقلبت عليا، وكل الناس مولانا الشيخ مولانا الشيخ، فأنا اتنفخت كده هو نفسي، هو بيقول على نفسه كده يعني، كان متواضع رحمه الله. فبيقول تاني يوم وأنا رايح صلاة الفجر ماشي في الشوارع البطنية الضلمة دي، رايح يصلي الفجر، طلع له واد ايه؟ واد من المجازين اللي هم العيال المجانين دول اللي بريالة دول، وهو يا بعد الفجر يا قبل الفجر مش فاكر، فمسك العيش والفول في ايده بعد ما اشتغل يعني متكتف، جاله الثاني راح ضربه قلمين وقال له عامل لي شيخ، خدت بقى؟ فهو الشيخ اسماعيل فهم انها اشاره من الله، ما بصش للمجذوب، ما يبصش للمجذوب، هو بيقول انا حسيت ان ربنا باعت لي الايد دي ترزعني علقه علشان تفوقني وتعرفني النشوه اللي انا انتشيتها امبارح دي، لاني نظرت الى نفسي لا لتوفيق الله لي. فهمت ازاي؟
فده المعنى ان هم بيستشعروا ان كل فعل خارج من الله مش من الفعل اللي قدامه. فهمت المسألة؟ ادي الحكاية. فده فناء اسمه فناء في الافعال، والله خلقكم وما تعملون. وفي فناء بقى في الصفات، انه هو القادر سبحانه وتعالى، هو المريد، هو الفاعل، هو المتكلم، وهو القاهر، وهو الذي يرجى لكل ملمة. يبقى ده فناء بقى في الصفات، يعني الموصوف بحقه هو الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي لا قدرة لك على الرمي، بل الذي أقدرك هو الله فهو القادر، بإشارة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم بعد ذلك فناء أعلى من هذا بقى، وهو فناء في الذات، كان الله ولم يكن شيئا معه، بل موجود بحقه هو الله، لا وجود إلا الله. ده اسمه فناء في الذات، اللي وصل ليه الحلاج وقتلوه عشانه، لأنه لما تكلم في هذه الحال كان يتكلم في حال فناء في الذات. فهمت ازاي؟ كان غايب اصلا، لو قلت له احنا بالليل ولا بالنهار مش هيرد، جعان ولا عطشان مش عارف، ده غايب خالص، ده سكران خالص فينا، سكران في الحضرة يعني، غاب عن كل شيء عما سوى الله، فالتعظيم لله. فهمت ازاي؟ ده يبقى ايه؟ فناء في الذات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ثانيا في الذات، ولذا قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إيه؟ هل يبايعون القادر بصفة؟ هل يبايعون الفاعل بفعل؟ ما أسأل الله عالم على الذات، فدل على أنه كان ثانيا في الذات صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أعلى درجات الفناء التي يكون معها البقاء الحقيقي. فلما كانت باقيا بقاء حقيقيا تحمل الإسراء والمعراج جسدا، ولا يتحمله جسد عادي، لفنائه في الذات، فصار بعد ذلك يتحرك بالذات، بذات الله عز وجل، فتحمل الجسد. لكن من الناحية العلمية ده لو صار بسرعة الضوء يتحلل، بسرعة الضوء يتحلل، وقد صار بسرعة لا يدركه احد، اعلى من سرعة الضوء بمراحل، لانها لو كانت بسرعة الضوء ما كانش وصل لحد دلوقتي، ده كان زمانه لسه في السماء الثالثة ولا الثانية. مش سمك كل سنة 500 سنة ضوئية زي ما قال النبي كده؟ المسافة من الارض للسماء الدنيا 500 سنة، سمك السماء الاولى 500 زيهم، المسافة بين السماء الثانية الاولى والثانية 500، سمك السماء الثانية 500، اقعد عد كده تلاقي 7000 سنة بسرعة الضوء على ما يوصل للسماء السابعة. 7000 سنة، واحنا الوقت كم هجرية؟ 1400، يعني كان زمانه لسه في الفراغ بين السماء الأولى والسماء الدنيا، لو كان ماشي بسرعة الضوء ولا يتحمل الجسد سرعة الضوء أصلا، يتحلل يبقى موجات. لكن النبي جسده تحمل ولم يتحلل، وكان في سرعة أعلى من سرعة الضوء لكمال فنائه في الذات، فكان في عين البقاء. فهمت المعنى؟ ادي معنى بقى فيفنى ثم يفنى ثم يفنى. فكان فناؤه عين البقاء، مش كده؟ كل حاجه بكون عللها بكل تعليل، لكن ما هي؟ هي ما زالت سر، ما زالت سرا، ما زالت سرا. ما زال السر. هل المسافات قطعت له ام هو الذي قطعها؟ يعني الفراغات كلها انضمت اليه فجاءت اليه وهو في مكانه، حتى ان فراشه لم يخلو منه، فطوي له الاماكن والازمنه والامكنه، ولا هو الذي انتقل اليها؟ الله اعلم. كله، لكن هو كان روحا وجسدا، كان روحا وجسدا متيقظا حال الإسراء والمعراج، لكن ما زالت سر، سر عجيب، ولم تحدث لنبي قط قبل ذلك.
وقال ما التذ عاقل بمشاهدة الحق قط، لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيها لذة. ومن كلامه في الهامش قال في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، أي إظهار غائب وتغييب ظاهر. الشأن هنا ليس متعلق بذاته فهو لا يتغير، بل الشأن هنا متعلق بالأكوان، أي كل يوم هو في شأن متعلق بالأكوان، يميت أقواما يحيي آخرين، يعلي أقواما يفقد آخرين، فالشأن متعلق بما سوى الله. ولذا قال أي إظهار غائب وتغييب ظاهر. وقال له رجل أوصني، فقال كن شريف الهمة. شريف الهمة يعني شريف المقصد، قريب المنظر. قريب المنظر يعني قصير الأمل، مش عنده يعني يقول لك ده شاب عنده طموح، يا سلام يجيبوه بقى في جيل المستقبل، عنده طموح، عايز وعايز 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 وعايز. طب وعامل ايه؟ لانه ما بيصليش حتى ولا يعرف ربه، بس عايز وعايز وعايز. الطموح المطلوب هو الطموح بما في يد الله لا بما في يد الخلق، فقصر الامل مطلوب مع كمال الاخذ بالاسباب. قصر الامل في الدنيا مطلوب بس مع كمال الاخذ بالاسباب، لان الغرض ليس هو الوصول الى دنيا، بل الغرض الوصول الى الله عز وجل. وعشان كده بيقول كن شريف الهمة قريب المنظر، يعني قصير الامل، يعني ما تبصش لبعيد، يعني ما تبصش لبعيد قوي. عبادة الوقت، انت الوقت مطلوب منك ايه؟ كذا، اعمل الكذا ده، ما تنشغلش باللي جاي. فان العبد بين مخافتين، بين اجل مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وبين اجل قد اتى لا يدري ما الله قادم فيه. مش كده برضه؟ يبقى انت لا تملك الا اللحظه اللي انت فيها دي، انشغل بقى فيها بالاولى فالاولى. ادي معنى قصير المنظر، قصير المنظر. بعيد المأخذ، بعيد المأخذ يعني طامع فيما عند الله. اذا سألتم الله فاسألوه ايه؟ ادي معناه بعيد المأخذ. مش عايز شقة، عمارة، عربية، يهبل، ده الحكاية كلها قريبة، ده هبل. شفت انت سيدنا ثوبان لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول له تمنى علي، سيدنا ثوبان اللي كان سيدنا ثوبان قال له، قال للنبي ايه؟ قال له اريد ان اكون معك في ايه؟ في الجنة. شفت بقى، ادي بقى ايه؟ بعيد المأخذ، مش بيبص دلوقتي، لا كان متجوز ولا عنده بيت يأويه، ويمكن كان حافي، ويمكن لو حد وصف لنا ثيابه تجدها مرقعة ومقطعة، ويمكن لو حد وصف لنا بطنه تجدها خوية من الطعام، جعان. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اطلب أي حاجة علشان أكافئك. يطلب إيه؟ أن يكون مع النبي في الجنة. آدي معنى بعيد المأخذ. بعيد المأخذ عزيزا غريبا. العزة تقتضي البعد عن الشهوات والبعد عن المشتبهات، ومن باب أولى البعد عن المحرمات، عشان مش عايز يهين نفسه بالمعصية. هذه معنى العزة، العزة تمنعه عن النزول للمعصية. غريبا يعني الناس في موال وانت في موال تاني، كل الناس قاعدة مشغولة في حاجة وانت مشغول في حاجة تاني، كأنك انت مش من الناس. ادي معنى غريب، لان همتك غير همته، مقصدك غير مقصده، نظرتك غير نظرته. الناس قاعدة تشتكي في غلاء الاسعار واللحمة بقت بكام، وانت مشغول في ايه؟ في عبادتك. هو ده اللي يهمك، مش مهتم بان هي البامية، يقول لك تصدق البامية بكيلو بقى بثلاثة جنيه، تصدق البسطرمة، تقول له البسطرمة يعني ايه؟ حاجة بتتلبس دي، يقول لك لا دي حاجة بتتاكل حلو، الكيلو بقى مش عارف بعشرين جنيه. هو غريب، غريب عن الناس. كان مرة زمان في مسلسل اسمه فالكون كريست،
انا ما اعرفش حكايه فالكون كريست دي. فمره لاحظت ان العيانين في ساعه معينه كده ما يجونيش العياده، بعد ساعه معينه للعياده العيانين كلهم جم. الله، انا مش عارف. اتاري بعد المسلسل الناس بتنزل، قاعدين يستنوا المسلسل وبعدين ينزلوا بعد المسلسل، لدرجه بقيت اظبط العياده بتاعتي بعد كده على مواعيد الناس. فمره بقول للواحد انتوا ايه يعني الحكايه، يعني ليه مش معنى تسيبوا كلكم مع بعض متفقين؟ قال اصل في مسلسل اسمه اصل احنا كنا بنشوف فالكون كريست. قلت له فالكون كريست دي جبنه؟ انا افتكرتها اسم جبنه والله، بس هتنفع برضه يعني اسم كده يليق على الجبنه. فالعجائب ان الواحد يبقى في موال غير موال الناس، ادي معنى غريب. تبقى انت في هم غير الهم، الدنيا مقلوبه وانت رايح شغلك او رايح المسجد او رايح تعمل حاجه مهمه، الدنيا مقلوبه. ليه يا جماعه؟ اصل في ماتش الاهلي والزمالك. يا هو النهارده كان انت يعني مش في الدنيا، ادي معنى كن غريبا. الناس في موال وانت في موال تاني، علشان ما تضيعش عمرك في الكلام الفارغ. وقال لباس الهدايه للعامه ولباس الهيبه للعارفين. القلب ده ليه لباس يلبسه برضه زي ما الجسد ليه لباس. فهمت ازاي؟ فلباس الهدايه اللي هو البدايه الموصله الى الله ده للعامه، عشان الكل يبقى يوصل، اللي هو الاسلام والايمان. لباس الهدايه للعامه ولباس الهيبه للعارفين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا اخشاكم لله، انا اعلمكم بالله، وكلما ازداد العلم بالله ازدادت الخشيه، والخشيه يتولد منها الهيبه. ما في الخوف والخشيه والهيبه، هنعرف الفرق بينهم بعد الاجازه ان شاء الله. احنا هناخد اجازه شهر 8 كله، مبروك عليكم، عشان تروحوا الساحل الشمالي في الشمال. لباس الهداية للعامة ولباس الهيبة للعارفين ولباس الزينة لأهل الدنيا. يدخل في قلبه تلاقيه لابس ايه؟ لابس الأرصدة في البنوك، لابس المصانع اللي عايز تبقى عنده، لابس كل حاجة. هو ده همه في الدنيا، زينة في الدنيا بس، هو ده اللي داخل في همه. ولباس الزينة لأهل الدنيا ولباس اللقاء للأولياء. لباس اللقاء للأولياء بيستعد للقاء الله عز وجل في كل لحظة. ده كان قطع وبعدين بجاج بجاج الله. هو ازاي شافك جاي فقال ناخدها من قصر. ولباس التقوى لأهل الحضور. أهل الحضور مع الله يلبس التقوى اللي هي ايه؟ اللي هي خليط من الخشية والرغبة. خايف لحسن يضطرب وبيجتهد علشان يفضل جوه. تصور انت بقى الملك فتح لك الباب ودخلت، تفضل قاعد خايف تاخد نفسك، خايف تلتفت، لا تسيء الأدب يطردك ثاني. فهمت ازاي؟ وفي نفس الوقت ما زلت في الاجتهاد لحسن تقلل النشاط يطردك تاني. فهمت ازاي؟ ولباس التقوى لاهل الحضور. قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وقال قيل لبعض الحكماء من اين معاشك؟ قال من عند من ضيق المعاش على من شاء من غير عله ووسع على من شاء من غير عله. العله هنا السبب الملجئ، يعني من غير علة من سبب ملجئ، يعني بقدرته، بمحض قدرته، بمحض فضله، بمحض حكمته سبحانه وتعالى يقدر على من يشاء، يوفق على من يشاء. يعني رزق على الله، ادي معنى معاشي على الله، خليها على الله. العالم 69 أبو بكر محمد بن داود الدينوري. الفاتحة لروحي أعوذ بالله.
أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي، أقام بالشام وعاش أكثر من 100 سنة، مات بدمشق بعد 50 و300. كافة العامش مات سنة 63 و300. صاحب ابن الجلاء والزقاق، قال أبو بكر الدقي: المعدة موضع يجمع الأطعمة، فإذا طرحت فيها الحلال صبرت الأعضاء بالأعمال الصالحة، وإذا طرحت فيها الشبهة اشتبه عليك الطريق إلى الله تعالى، وإذا طرحت فيها التبعات اللي هي المحرمات كان بينك وبين أمر الله حجاب. موضع المعدة موضع يجمع الأطعمة، فإذا طرحت فيها الحلال الصرف، يعني الحلال الصرف الذي لا شبهة فيه، هيتولد من هذا الطعام طاقة، الطاقة اللي من الحلال لا تنصرف إلا في الطاعة، فتلاقي إن الطاقة كلها اللي تتولد من هذا الحلال تأبى إلا أن تكون في طاعة مولاه، فتلاقي الجوارح تلاقيها منقارة لطاعة الله عز وجل، تبقى سهلة الصلاة، سهلة خفيفة عليك، القرآن خفيف عليك، متابعة السنة تلاقيها سهلة عليك، مراعاة الآداب تلاقيها سهلة عليك، مش صعبة، ليه؟ لأنها الطاقة المتولدة متولدة من الحلال. أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. إذا وضع الشبهة اللي هو المختلط، اختلط عليه الطريق، ساعات ينور وساعات يطفي، يضيء له أحيانا يطفي له أحيانا، يبقى مختلط عليه الأمور، يروح دار الإفتاء: يا فضيلة الشيخ المسألة كذا وكذا، أعمل إيه؟ الطريق إزاي؟ أوصل أعمل إيه؟ لأنه مخلط. طب وإذا طرح في بطنه بقى الحرام الصرف، حجب، حجب عن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإخراجنا من ذل الحجاب. هنخلص ده لأن في أسئلة بقى نخلص، لكن بدنا نخلص أكثر عدد ممكن من الأعلام، فنكتفي ونقف على العالم 70 إن شاء الله. من أقواله في الهامش: علامة القرب الانقطاع عن كل شيء سوى الله تعالى. علامة القرب أي من الله، والقرب هنا قرب مكانة، لا قرب مكان سبحانه وتعالى منزه، وإلا لو كان قرب مكان والمسألة بالجهة فكنت لازم تروح تعبد ربك من على فوق برج الجزيرة، أو تروح تتعبد في جبال الهملايا عشان تكون قريب، لو المسألة قرب مكان يا سيدي، لكن المسألة قرب مكانة. لم يكن سيدنا يونس وهو في بطن الحوت أبعد من الله وسيدنا محمد عند سدرة المنتهى، بل الكل في القرب سواء. ولكن هنا معراج سيدنا يونس كان في بطن الحوت، ومعراج سيدنا رسول الله كان عند سدرة المنتهى لبيان المقام بس، فمقام ده أعلى من مقام ده، لكن الكل وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وبيتكلم على الإنسان مطلقا الكافر والمؤمن. فالقرب من الله من جهة الله بالنسبة للخلق سواء، أما الخلق فقربهم وبعدهم من الله على حسب أعمالهم وأحوالهم، فهي قرب مكانة لا قرب مكان، وبعد مكانة لا بعد مكان. وكم من مسرور سروره بلاؤه، وكم من مغموم غمه نجاته. يا كأنه بيقرأ لنا آية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كأنه بيقرأ الآية دي. وكم من مسرور سروره بلاؤه، وكم من مغموم غمه نجاته. وقال: يعني دواه وعين داؤه. يا ربك يخلي الفقير داء فقره ودواء فقره، يجعل الداء هو عين الدواء، ايه الحلاوه دي؟ يخلع واحده قبيحه زعلانه تبص في المرايه، ايه ليه انا قبيحه كده، ويكون القبح ده هو عين دواها، لانها لو كانت جميله كانت هتروح ترقص، وهياخدوها في الاعلانات ويكتشفوها في النجوم ويخربوا بيتها ويقلعوها هدومها ويدوها فلوس قد كده، يبقى ربنا جعل قبحها عين دواها، حجبها عن المعاصي دي كلها، تقوم تتواضع
فهمت ازاي؟ تتواضع لان عندها ايه حسرة هتتكبر عليه، تلاقيها متواضعة وتلاقيها مفتقرة وتقول يا رب بس اتجوز، بس راجل ده اللي راجل ولا ده اللي حيت، يجي لها راجل تحافظ عليه لانها لو ضيعته يمكن ما يجيلهاش غيره. فتسمع كلامه تدخل الجنة، تعيش طول عمرها زعلان من القبح وهو عين دوائها، داءها هو عين دوائها. حاجة غريبة أوي. من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته أفسدته، من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرته أفسدته. واحد كده ربنا مجعله كده فهمه على قده، زعلان يبص للناس اللي حافظين الفاهمين الأذكياء يقول إذا جت منيلة في حظنا الهداية، يستقل نعمة ربه عليه، في حين انه هو لو كان في ذكاء هؤلاء كان تكبر عليه. فربنا سبحانه وتعالى خلى فهمه على قده عشان ما يتكبرش، يوم ما يقابل ربه يبقى حلو كده خفيف خفيف خش الجنة يلا، بدل ما يديله ذكاء رهيب يقوم يتكبر يعني يروح بداية. فهمت ازاي؟ تملي البني ادم اللي فهمه على قده متواضع، تملي كده تلاقيها معاه التواضع. وعشان كده ابغض، يبغض ثلاثة وبغض لثلاثة أشد، أبغض العالم المتكبر وبغضي للجاهل المتكبر أشد، مش كده برضو؟ لأن الجاهل المتكبر ده نادر نادر، فلو كان موجود يبقى مصيبة سودة. أمال لو كنت عالم كنت هتعمل إيه لما أنت كده؟ فهمت إزاي؟ الإمام الشافعي بيقول إيه؟ لأن الإمام الشافعي كان أذكى أهل عصره، كان معروف يعني الإمام الشافعي كان حاجة عجيبة، كان ذاكرته أقوى من المكنة اللي بتصور الـ 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 الكتب دي، لدرجة لما كان يقعد يذاكر يخبي الصفحة لحتن يحفظ صفحة قبل صفحة، هو عايز يحفظ بالترتيب. ده ايه ده؟ يعني اسرع من المكنة اللي بتصور، يعني ذكاء وطاقات عجيبة. لولا ان العلماء المعاصرين دي ذكروها اكثر من واحد، الواحد كان يقول دول بيبالغوا، لكن ده حاجات عجيبة. فضل الله فيه من يشاء عشان يحفظ بهم العلم في زمن لا في مطابع، في زمن ما فيش تصوير، في زمن ما فيش وسائل للحفظ. يوم ربك ولا في سي دي علشان يصور، مش ولا في كاميرا يصور فيها ايه، يوم ربك سبحانه وتعالى يخلق ناس عندها الثقات دي كلها عشان يحفظ العلم، لحد ما ربك عمل بعد كده الوسائل الطباعه وسائل، وكل ما يتقدم يقل حفظ الناس. تجد العالم ماشي بالسي دي تساله المساله يقول لك استنى اما اراجعها لك، يا راح يراجعها لان الحفظ خلاص قل. ليه؟ لانه خلاص مش محتاجين اداء، ربنا حفظها لنا بطرق اخرى. لكن في الفتره دي كان الناس ما عندهمش وسائل حفظ، وربك يريد يحفظ الدين، يقوم يعمل لك بقى ذاكره زي ذاكره الامام البخاري العجيبه، ذاكره الامام الشافعي اللي اعجب، وهكذا. الامام الشافعي ده كان اذكى اهل عصر، وقضى عمره كله في مناظرات، مناظرات مع الخصوم. فبيقول على نفسه ايه؟ ولولا خشية الله ربي لظننت أن الناس كلهم عبيدي. لأنه فاهم والناس مش فاهمة، الحاجة اللي بيفهمها في لحظة يقعد يعتل مع الناس شهر على ما يفهموه. فده بيقول لولا أن ربنا سبحانه وتعالى ملأ قلبي بالخشية والتواضع برحمته بس لتكبرت بسبب هذا العلم وهذا الذكاء المفرط، وظننت أن الناس دي كلهم خدم عندي، خدم، ولا كنت قعدت معاهم ولا كلمتهم. انشر العلم على الغنم، وهو ليه بيت شعر بيقول كده، انشر العلم عشان الغنم. ليه؟ لان تملي العلم الزائد ده والذكاء المفرد ده بيبقى ايه؟ فتنه، فتنه كبيره. ان ما كانش الواحد بقى ياخدها بالتواضع الشديد يروح في داهيه. فادي ربك سبحانه وتعالى يجعل الداء عين الدواء، حاجه عجيبه سبحانه وتعالى. وكم من مسرور سروره بلاؤه، وكم من مغموم غمه نجاته. مسرور بايه؟ بفلوسه، قاعده بتنتعش وتزيد وتزيد وتزيد، وكل يوم قاعد يعد، وكل يوم قاعد في البنوك، وكل يوم قاعد ايه ده؟ سروره ده هو ده عين بلاؤه. هيسال عن كل ما لي، هيسال عن من اين اكتسبه وفيما انفقه. يبقى بلاء ولا مش بلاء؟ بلاء. وقال من عرف ربه لم ينقطع رجاؤه. طبعا لأن رحمته سبقت غضبه. اللي يعرف ربه يعرف إن رحمته سبقت غضبه. غضب الله كان ظاهرا قبل وجود الأكوان، لم يكن ظاهرا قبل وجود الأكوان. مش كده برضه؟
بل ظهر بعدما خلق الخلق، فاول ما ظهر ظهر في ابليس، مش كده برضو؟ طرده الناس قبل كده، ما كنتش تعرف الخلق، ما كنتش تعرف ان في حاجه اسمها غضب، كله رضا بس. فلما جاء ابليس عطى ظهر الوجه الاخر، لان رحمته سبقت غضب. طب ونبينا مش هو عين الرحمه؟ يبقى نبينا سبق الاكوان، اعلم الاشارات، اعلم الاشارات في القران. ما بيقول لك ان العلم لاهل العلوم، والاشارات لاهل ايه؟ المعارف، واللطائف لاهل الله. دي في اخفى من الاشاره، في لطيفه كمان، عشان زعلانين قوي لما تقول يا اول خلق الله، يقول لك اول خلق الله ايه؟ يقول له القلم. عشان حديث البخاري، هم مش فاهمين. اول خلق الله في الظهور، في الظهور، مش اول خلق الله مطلقا. فدي مساله ثانيه. وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه ترجعون، مش كده برضه؟ يعني السماوات والارض كلها مسلمه، وكل اللي فيها مسلم. وله اسلم من في السماوات والارض، طب والسماوات والارض نفسهم مسلمين كمان ولا مش مسلمين؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. يبقى برضه السماء والارض نفسهم مسلمين. طيب ومن اول المسلمين بنص القران؟ سيدنا رسول الله. يبقى قبل السماوات والارض. ايه رايك في الدليل الثاني؟ اشارات، يعني القران واضحه، واضحه خالص، ولا اشارات ولا حاجه. دي ادله. يزعلوا قوي لما الراجل على المنبر في المئذنه بعد الاذان يقول الصلاه والسلام عليك يا اول خلق الله، يقوم الجدع الثاني يقول لك يشوف المخرف. والله سمعت واحد منهم يقول كده، شوف المخرف، وهو اللي هو نفسه اللي مخرف، مش واخد باله. من عرف ربه لم ينقطع رجاؤه، ومن عرف نفسه لم يعجب بعمله. يعرف نفسه بالعجز، يعرف نفسه بالعجز، ويعرف نفسه انه غير قادر بنفسه بل بالله، فما يعجبش بقى بنفسه، يبقى يلاقي نفسه ان العامل هو الله على جوارحه. يعجب بنفسه ليه بقى؟ فهمت ازاي؟ ومن عرف نفسه لم يعجب بعمله، ومن عرف الله لجأ اليه. بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ومن نسي الله لجأ الى المخلوقين. والمؤمن لا يسهو حتى يغفر. المؤمن لا يسهو، يعني لا يستمر سهو حتى يصل الى الغفلة، لا. ده المؤمن بمجرد ما ينسى يتذكر على طول، ما يوصلش للغفلة. اللي يصل للغفلة ده الكافر، لكن المؤمن ده يسهو بس، سهو كده وبعدين يرجع يفوق تاني، واخد بالك ازاي؟ فإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، سهى لحظة ذكر الله. والذين يتوبون من قريب، ما يوصلش لدرجة الغفلة. فهمت ازاي؟ فالمؤمن لا يسهو حتى يغفل، يعني لا يسهو حتى يصل الى الغفلة، بل يذكر، يتذكر. فإذا تذكر حزن واستغفر. وسئل عن الفرق بين الفقر والتصوف فقال الفقر حال من احوال التصوف. فقيل له ما علامة الصوفي؟ فقال ان يكون مشغولا بكل ما هو اولى به من غيره، اللي هو فقه الاولويات. كل لحظة في العبادة اللي هي اولى من غيره، ادي معنى فقه الاولويات اللي احنا اصلا بنفتقده في هذا الزمان، فقه الاولويات. ما علامة الصوفي؟ فقال ان يكون مشغولا بكل ما هو اولى به من غيره، ويكون معصوما عن المذمومات. يبقى الواحد من دول قاعد ما بيصليش، ولا بيركعها الا يوم الجمعة، ولا بيصوم الا رمضان، وقاعد طول النهار يا اما في شغله يا في النادي بعد الظهر، يا اما بيتسكع في الشوارع، ما بيعملش حاجة. وبعدين تيجي تقعد معاه تقول شوف وزير الاعلام ينشر الفسق، شوف التعليم في مصر يقللوا التعليم الديني، شوف الازهر بيعملوا ايه؟ بوظوا الازهر، عايزين يخلوه تبع وزارة التربية والتعليم، شوف مش عارف ايه، شوف مش
مشغول بكل حاجة وهو مليان عيوب، مشغول بكل حاجة وهو كل العيوب فيه. هو نفسه لو خلوه وزير اعلام هيعمل كده، واخد بالك ازاي؟ ادي مشكلته، مش عارف الاولويات. طب وانت يا سيدي لو حبيت تقعد تقرا قران، وزير الاعلام هيقول لك لا لازم تفتح تلفزيون، هيجي يخبط عليك ويقول لك افتح التلفزيون واقعد، ويقعدك كده ويديك وشه، هيقول لك كده؟ مش هيقول لك كده. لما تحب تحفظ ولادك القران، هيجي وزير التربيه والتعليم يقول لك اوعى تحفظهم القران، مش هيقبلهم في المدارس ابدا، ده بيعملوا لهم جوائز. طب ما تحفظ اولادك القران، احفظ انت القران، اتعلم انت امور دينك. لما تيجي تدخل الجامعه هيمنعوك، لكن لو جيت تدخل الكازينو يمنعوك لحد ما تطلب. اللي هيطلب راح يقعد، واللي ما يطلبش يبعد، مش كده بيقولوا كده؟ بيقولوا كده. لكن اقعد انت في الجامع 10 ساعات، يجي خادم المسجد يقول لك ما تطلب حاجه بقى ولا نقفل الجامع، ولا هيقول لك حاجه. يبقى العيب فيك اهو، انت مشغول في كل حاجه، مشغول في كل حاجه الا اللي يوصلك لربك. فهمت ازاي؟ يبقى دي مش عباده الوقت، ده مش صوفي، ده ما ينفعش يبقى صوفي، ده بضيع عمره، بضيع عمره قاعد مشغول بكل عيوب الناس الا عيب نفسه بس، مش بيبص لنفسه خالص ولا بيوضب نفسه خالص. خدت بالك؟ زي المريض اللي جوه مرض مستفحل وقاعد في المستشفى بيتفرج على العيانين يقول يا شوف كل الناس مرضى، كل الناس بتتعالج، ايه ده؟ ايه ده يا اخي؟ وهو ما فكرش يدخل الاوضه عشان يروح للدكتور يعالج نفسه وهو جواه المرض، لحد ما يدخل الطابور كله وبعدين يجي عليه الدور ما يرضاش يدخل لانه مش شايف نفسه مريض فيموت مما هو فيه. ادي المشكله. عشان كده بيقول لك هنا الصوفي مين بقى؟ أن يكون مشغولا بكل ما هو أولى به من غيره. فهمت ازاي؟ مفيش جهاد، مفيش جيوش إسلامية، مفيش خلافة. الأندلس ضاعت بقت الأسبانيا، العراق ضاعت بقت مش عارف إيه، وده مش عارف إيه، وبعدين نيأس. طب روحنا. مش كده. مش كده يا ابني. المسألة مش كده خالص. ما هو اللي ضيع الحاجات دي أمثالك. وطريقة تفكيرك ده هو ده اللي ضيع الحاجات دي كلها. لما الناس كلها فكروا بالطريقة دي يأسوا، يأسوا من الله، يأسوا من أنفسهم أولا ويأسوا من الله ثانيا. وربك بيقول للنهار إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قل إن الملك بيد الله، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. اللي يفهم. لكن أنت مش فاهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. أمرهم ولا أمرهم؟ أمرهم. أمرهم يعني إيه؟ يعني جعلهم أولي أمر، مش أمرهم بالفسق. ربنا ما يأمرش بالفجر. جعلهم أولي أمر. فهم دول اللي شغلوك مسكين، قاعد تبص في عيوبهم في عيوبهم، في حين إن ربنا أمرهم وجعلهم أولي أمر عليك، لأن أنت كده مع جوارحك. أنت أمرت جوارحك بالفجر، فأمر عليك من يعينك على الفجر. هذه الحكاية كلها. لما استعبدتك شهواتك جعل اللي يحكموك مستعبدين لشهواتهم زيك. من أمثالكم يولى عليك. هذه المسألة كلها. حاجة غريبة. ربنا جعل الحاكم مرآة للمحكوم والمحكوم مرآة للحاكم. حاجة عجيبة. حاجة عجيبة فعلا. ودي من العجائب التي لا يعلمها إلا أهل الله. وعلشان كده تجد ان اهل الله لم يصطدموا مع الحكام الظلمة قط. ممكن يكونوا امروهم بالمعروف، ممكن يكونوا نهوهم عن المنكر، لكن ما عملوش انقلاب ولا داوا عليهم ولا امروا بقتلهم. لكن قد يحتكوا بهم امر بمعروف ونهي عن منكر فقط لادب الشرع. لكن ما حدش فيهم ابدا. تجد اهل الله على مر العصور قتلوا في صفوف المماليك، والمماليك كانوا ظلمة. لكن لما يجي اعداء الله يقاتل في صف المماليك اللي كانوا حكام. ليه؟ لانه الملك بيد الله. المماليك دول عبيد. لما صار الناس عبيد لشهواتهم جعل حكامهم عبيد في الحقيقه وبالظبط. فهمت المساله؟ الصبر جميل. الصبر جميل يا اللي رافع ايدك كده، كتفك هيوجعك ونضطر نعمل علاج طبيعي وشغلانه. هنخلص الحته دي.
أن يكون مشغولا بكل ما هو أولى به من غيره ويكون معصوما عن المذمومات. يبقى يراعي الآداب في كل لحظة، في كل لحظة يراعي الآداب، في كل لحظة يراعي الأولويات مع نفسه، هو ده الصوف، واخد بالك؟ وبعد كده لما تزداد هذه الدوائر وتتغير الناس، اتفرج على اللي ربك هيعمله بقى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، خلاص ده سهل. انما المساله مش مظاهرات، واحرق اتوبيس وهد مصنع واعمل مش عارف ايه واعمل انقلاب. طب ما احنا عملنا انقلاب ايام سنه 52 عشان الملك كان ظالم في مصر، قالنا ايه؟ قضل، لان الناس ظلمه، ادي المساله. فالحل مش انقلاب يا جماعه، الحل مش كده ابدا. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم السلطه من اول يوم رفضها. مش السلطه اتعرضت على النبي في اول يوم، قالوا له لو عايز سيادة سود مات. كان ممكن النبي لو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى بيفكر بطريقة ابن لادن، كان قال له اه انا اخدها بعد كده وافتح المعتقلات وافرض عليهم اللي انا عايزه كله، صح؟ لكن المسألة ما كانتش كده ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم من اولها رفضها، وقعد مع مين؟ مع ضعفاء المسلمين يعلمهم ويربيهم. لما غير دول كل ما وجه الارض تغير، وجه الارض نفسه تغير، صح ولا لا؟ ادي سنة نبية، لا مظاهرات ولا ضرب ولا انقلاب ولا احتكاك ولا حاجات من دي خالص. مسألة اسهل من كده بكتير. واجه نفسك، ربك يواجه عدوك، دي الحقيقة، لانه بيدي ملكوت كل شيء. بل لم يسلط علينا اعدائنا الا لان انفسنا تسلطت علينا. وقال عن الإخلاص، الإخلاص أن يكون ظاهر الإنسان وباطنه وسكونه وحركاته خالصا لله، لا يشوبه حظ نفس ولا هوى ولا خلق ولا طمع. ونقف عند هذا الحد ونجاوب بعض الأسئلة وننصرف إن شاء الله. نكمل أول سبت إن شاء الله في شهر 9، وكل عام وأنتم بخير. تفضل يا سيدي. وعليكم السلام. يا رب، نحن صدر الشيخ ضيق. ها؟ امين يا رب. طيب، اه بس انت مش واخد بالك، القلم هو اول خلق الله يكتب مراد الله، بس مش اول خلق الله مطلقا. اي يظهر مراد الله. طب ما ربنا بيقول انا اول المسلمين على لسان نبيه، قال على القلم انا اول المسلمين. انت عايز تخالف القران يا شيخ؟ ها؟ اللي اتي الرحمن، الرحمن اللي اتي ايه؟ اتي الرحمن، اعرب الرحمن. إلا آتي الرحمن، اعرف. دلوقتي احنا بنتكلم في حاجة واضحة خالص زي الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أول الناس خلقا وآخرهم بعث. وقال كنت نبيا وآدم مجادل في طينته. صح؟ موافق على الحاجات دي؟ طيب ايه الفرق بقى لو المسألة علم، ايه خصوصية النبي؟ ما جميع الأنبياء كانت أنبياء وآدم منجبر في طينته. يبقى ايه خصوصية النبي؟ ده الحديث ده وهم. لازم يكون له خصوصية. وإلا يبقى بيقول الحديث ده وهم. أنت نفسك كنت معلوما في علم الله وآدم منجبر في طينته. إيه رأيك؟ يبقى ايه بقى خصوصية النبي في الحديث؟ لما بيقول كنت نبيا وآدم منجبر في طينته. ايه خصوصية النبي؟ وجميع الانبياء كانت رسل وادم منجدد في سنته. ايه رايك لو المساله بنسبه علم الله؟ صح ولا جد هذا في علم الله؟ يبقى المساله بقى المساله فيها خصوصيه. افهمنا المساله فيها خصوصيه اخرى، معنى اخر غير في علم الله. يعني كان نبيا حقيقه، كان له وجود في الحقيقه. لا، ده في علمك انت يا سيدي، ده جهل، ده الجهل اللي عندك انت. القران، سيدنا ادم مش كان مسلم؟ طيب ونبينا بيقول انا اول المسلمين. ايه رايك في القران، في صريح القران؟ ايه رايك في اكثر من ايه؟
في اكثر من ايه بيقول انا اول، ما فيش نبي قال انا اول المسلمين، ولا سيدنا جبريل قال انا اول المسلمين خالص من اول القران لاخر. ايه رايك؟ لا بس استنى بس، ما خليك معايا بالراحه. يعني احنا لما نشوف القران واخد بالك ازاي، في سوره الانعام بيقول ايه؟ وامرت لان اكون اول المسلمين، مش كده؟ في الربع الاولاني من سوره الانعام. طيب في اخر سوره الانعام يؤكدها، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. طب سيدنا نوح لما قال انه مسلم قال ايه؟ وانا من المسلمين في سوره يونس، وانا من المسلمين. يبقى في فرق بين اول هنا، واخد بالك ازاي؟ لازم الاوليه هنا ليها اوليه فيها معنى الخصوصيه. وبيقول كل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ولا شك ان الاكوان كلها عابده، اما بالايه؟ بالقهر والغلبه اللي هي طوعا وكرها، او بالتكليف علشان يبقى في اهل نار واهل جنه. هذه المساله، هذه معنى طوعا وكرها. وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. يبقى من في السماوات والارض الملائكه والجن والانس وما لا نعلمهم وما يعلم جنود ربك الا هو، كل مسلم لله عز وجل. طب ومين اول المسلمين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بيقول انا اول الناس خلقا. والناس هنا بمعنى نوسة، اي متحرك مكلف، والمتحرك المكلف ملك وانس وجن. والملائكه كانت موجوده قبل خلق ادم، سيدنا النبي كان قبل خلق ادم حقيقه لا صوره. اللي اشتبه في ذهن الناس ان النبي صورته لم تظهر الا مؤخرا، فتصوروا ان وجوده متعلق بصورته. لا، احنا بنتكلم عن حاجه اسمها الحقيقه المحمديه، غير الصوره المحمديه اللي هي الذهن. فهمت ازاي؟ الحقيقه المحمديه دي مساله اخرى غير الصوره المحمديه اللي هي الذهن. الصوره المحمديه كان اخرهم بعث، وعشان كده يقول كنت اول الناس خلقا واخرهم بعث. خد بالك ازاي؟ اما يقول انا كنت اول والا يبقى بيقول الحديث ده وهم. انت نفسك كنت معلوما في علم الله وادم منجد في نفسك. ايه رايك؟ يبقى ايه بقى خصوصيه النبي في الحديث؟ لما بيقول كنت نبيا وادم منجد في نفسك، ايه خصوصيه النبي؟ وجميع الانبياء كانت رسل وادم منجد في نفسك. ايه رايك لو المساله بنسبه علم الله؟ صح ولا جد هذا في علم الله؟ يبقى المساله بقى المساله فيها خصوصيه. اسلام والا يبقى بيقول الحديث ده وهم. انت نفسك كنت معلوما في علم الله وادم منجد في نفسك. ايه رايك؟ يبقى ايه بقى خصوصيه النبي في الحديث؟ لما بيقول كنت نبيا وادم منجد في نفسك، ايه خصوصيه النبي؟ وجميع الانبياء كانت رسل وادم منجد في نفسك. ايه رايك لو المساله بنسبه علم الله؟ صح ولا جد هذا في علم الله؟ يبقى المساله بقى المساله فيها خصوصيه. افهم افهم، المسألة فيها خصوصية أخرى، معنى آخر غير في علم الله. يعني كان نبيا حقيقة، كان له وجود في الحقيقة. لا ده أنت في علمك أنت يا سيدي، ده جهل، ده الجهل اللي عندك أنت. القرآن، سيدنا آدم مش كان مسلم؟ طيب ونبينا بيقول أنا أول المسلمين. إيه رأيك في القرآن في صريح القرآن؟ إيه رأيك في أكثر من آية؟ في اكثر من ايه بيقول انا اول، ما فيش نبي قال انا اول المسلمين، ولا سيدنا جبريل قال انا اول المسلمين خالص من اول القران لاخر. ايه رايك؟ لا بس استنى بس، ما خليك معايا بالراحه. يعني احنا لما نشوف القران واخد بالك ازاي، في سوره الانعام بيقول ايه؟ وامرت لان اكون اول المسلمين، مش كده؟ في الربع الاولاني من سوره الانعام. طيب في اخر سوره الانعام يؤكدها، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. طب سيدنا نوح لما قال انه مسلم قال ايه؟ وانا من المسلمين في سوره يونس، وانا من المسلمين. يبقى في فرق بين اول هنا، واخد بالك ازاي؟ لازم الاوليه هنا ليها اوليه فيها معنى الخصوصيه. وبيقول كل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ولا شك ان الاكوان كلها عابده، اما بالايه؟ بالقهر والغلبه اللي هي طوعا وكرها، او بالتكليف علشان يبقى في اهل نار واهل جنه. هذه المساله، هذه معنى طوعا وكرها.
وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يبقى من في السماوات والأرض الملائكة والجن والإنس وما لا نعلمهم وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل مسلم لله عز وجل. طب ومين أول المسلمين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بيقول أنا أول الناس خلقا. والناس هنا بمعنى نوسة أي متحرك مكلف، والمتحرك المكلف ملك وإنس وجن، والملائكة كانت موجودة قبل خلق آدم. فيبقى النبي كان قبل خلق آدم حقيقة لا صورة. اللي اشتبه في ذهن الناس أن النبي صورته لم تظهر إلا مؤخرا، فتصوروا أن وجوده متعلق بصورته. لا، احنا بنتكلم عن حاجة اسمها الحقيقة المحمدية غير الصورة المحمدية للذهن. فهمت ازاي؟ الحقيقة المحمدية دي مسألة أخرى غير الصورة المحمدية للذهن. الصورة المحمدية كان آخرهم بعث، فعشان كده يقول كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعث. خد بالك ازاي؟ أما يقول أنا كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعث، والقرآن بيقول أنا أول المسلمين في أكثر من آية، حتى في سورة الزمر قال برضو أنا أول المسلمين في سورة الزمر، يعني تكررت في عدة آيات. وبعدين بين لنا إن كل الأكوان دي كلها مسلمة، أول المسلمين مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الناس قبل أنا ما تولد وأنت ما تتولد، وسيدنا سيدنا العباس قال شعر في هذا المعنى، قال شعر في هذا المعنى اللي أنا لا يحضرني. واخد بالك إزاي؟ في قالوا للنبي والنبي أقره وكفاه عليه، كنت نبيا وآدم في الجنة يخطف الأوراق ومش عارف إيه، وكنت في السفين ونوح يركبها، وكنت وإبراهيم في النار يحترق. واخد بالك إزاي؟ قالوا الحاجات دي كلها، وما زلت في الأكوان تخترق حتى جئتنا صورة. واخد قال الكلام ده كله في شعر أنا لا أحفظه الآن، ده سيدنا العباس عم النبي قاله في وجود النبي قدام النبي وأقره النبي. فهمت ازاي؟ هذه المسألة. يبقى النبي له حقيقة وله صورة. فهمت ازاي؟ في حاجة اسمها الحقيقة المحمدية، وفي بقى الصورة المحمدية اللي انت شايفها دي اللي هي خيالت الناس متصورة ان هي دي كل حاجة عن النبي. لا، ده النبي له حقيقة وله صورة، وهو الذي تم معناه وصورته. يبقى له معنى اللي هو الحقيقة وله صورة. ثم اصطفاه حبيبا بريء النسب، لأن الله تجلى عليه بالأول والآخر، فكان أولا في الخلق وآخرا في البعث، لأن الله تجلى على نبيه بكل صفاته. هذه المسألة. فهمت ازاي؟ فلما تجلى على نبيه بكل صفاته فحققت فيه الخلافة بمعناها الحقيقي، فكان الخليفة الأول. هذه المعنى. لكن هذا الكلام على أي حال لا يشترط أنك أنت تعتقد فيه أو لا تعتقد فيه، يعني ده غير منجم، لأن دي دقائق وإشارات مش شرط أن الناس تؤخذ بها. اللي عنده فهم عميق ويستوعبها خير وبركة، ما عندهش فهم عميق هو حر، لكن ما ينكرش على غيره، يقول ربنا وربنا وربنا. لكن أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وعيش كده حلو في وسط المسلمين لحد ما ربنا يفتح عليا وعليك وأفهم الحقائق في الدقائق أو ما فهمهاش ما تفرقش، لأن ربنا ما جعلش الدقائق دي سببا للدخول في الجنة، بل جعلها سببا في الترقي. كلما عرفت نبيك وترقيت في معرفته كلما ازددت قرب. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. مين رضوان الله؟ سيدنا رسول الله. مش ربنا بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. في المائدة بتقول رضوانه. طب وفي آل عمران قبلها يقول لك أفمن اتبع رضوان الله كمن باء. هم درجات عند الله، أي بمعرفتهم هذا الرضوان درجات عند الله، بقدر معرفتك لرضوان الله بقدر درجاتك عند الله. والناس متفاوتون في معرفة النبي، فمنهم من لم يرى فيه إلا النبوة فقط والرسالة، ومنهم من رأى فيه أنه سبب للواسطية والوسط في كل شيء، لأنه قال إنما نقسم والله يعطي، ومنهم من وجده سرا ساريا في الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم وجعله هو التعيين الأول والحجاب الأعظم وهكذا. فالمسألة كلها مسألة تفاوت في الفهم وتفاوت في معرفة عمق المسألة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحن بما تعي العقول به، فلم نرتب ولم نهم، لم يتكلم في مثل هذه الدقائق صلى الله عليه وسلم، بل قال إشارات تدل عليها ولم يتكلم في كافة الإشارات. ففي من الأولياء من فهمها، وفي من الأولياء من لم ينظر إليه. أدي المسألة. لكن اللي انت فيه حلو، خليك فيه ما يجرش، بس ما تعبش على الغير.
ايه عرفك بس للرسول لم حرف جر ايه عرفك بس ايه القرائن اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول استنى بس عشان اقول لك ان فهمك ده انت الوقت بتلقي قاعده وبناء على القاعده الغلط دي عايز تطلع فهم دي قاعده غلط استنى بس قاعده غلط لا لا ما انا هقول لك حاجه هي غلط من اولها بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء ديننا واحد واخد بالك ازاي اخوه علات ابونا واحد وامهاتنا شتى ابونا واحد يعني الدين واحد هو الذي هو سماكم المسلمين من قبل هو اللي هو مين ربنا هو سماكم هو اجتباكم هو مولاكم مش كده برضو يبقى الاسلام حاجة واحدة ولا تموتن الا وانتم مسلمون ده كلام سيدنا يعقوب لاولاده الشرائع اللي تختلف يا ابني لكن الدين واحد طب الشرائع تختلف والدين واحد يبقى الاسلام واحد احنا بنتكلم على الدين اللي هو الدين التوحيد الدين كله لا التوحيد ده اعتقاد في القلب لكن الدين يشمل كل حاجة الظاهر والباطن الدين كله الدين كله اللي اراده الله ربنا اراد دين واحد للناس ان الدين عند الله الاسلام ما اختلفتش الاديان اختلفت الشرائع لاختلاف المكلف بس افهم الحتة دي خلاص انت عارفها بالقيد ده خليها بالقيد ده اجي خلاص خلاص روح قيدها بالقيد انا مش موافقك على دي وانت خليك على كده ما يجراش حاجة خلصنا نخلص خلينا نخلص ما يجراش حاجة انا مش شرط ان انا اقهرك يا ابني واعلمك كل حاجة الوقت في لحظة وتبقى موافقني في بتاع انا عايزك تبدأ من خلفني كده ومبسوط بيك خليك زي ما انت كأنك ما نقشتنيش بس روح سهل سهلة 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 ايوه ما احنا هنناقش لحد المغرب ما مش هنناقش افرق انك هتفهمها السنة الجاية اقعد انا معاك السنة الجاية يعني يرضيك ها لا قابل للمناقشة بس قابل للمناقشة انت بتبص من جهة وانا ببص من جهة مش عارفين نبص عايزين نقلع النظارة ها انا مش فاهم هو لا هو برضه ما يقصدش المعنى اللي انت فهمته هو يعني مش عارف يعبر خلينا هنا ايوة انت بتنظر بالجهة الظاهرية فقط احنا بننظر للحقيقة الحقيقة دي حاجة تانية اللي هو عالم الجبروت اللي هو عالم كن فيكون انما اذا اللي قوله اذا اراد شيئا يقول كن فيكون اللي هو الجبروت لا قال لنا اشارات قال اشارات قال سبحان ذي الجبروت والملكوت مش قال كده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة طيب مش هو اللي قال كده طيب يبقى في جبروت وفي ملكوت وفي ملك وفي كبرياء وفي عظم وإلا العطف هنا للتباين أيوة لا ده هو كان موجود قبل ما ينادي الحقيقة المحمدية كانت موجودة قبل أن ينادي لأن هنا أخذ من ظهورين من آدم يعني آدم كان له وجود أنا عايزين نقول لهم سيدنا محمد كان له وجود قبل آدم أصلا كان له وجود قبل آدم اسمتك كده إنك أنت جيت النهاردة كده ده نصيبك دي حاجة كده قضاء وقدر يا ابني إيه اللي جابك النهاردة ما المقصود بسخاء النفس في قول الفضيل بن عيار لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنما أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة سخاء النفس أعلى من إنك أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه لكن المحسن يؤثر أخيه ما يحب لنفسه ده المحسن واخد بالك فمقام الإحسان ده أعلى من مقام الإيمان الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك
لكن المحسن بقى اذا جاءه ما يحبه لنفسه اثر به اخيه. فهمت؟ ادي معنى سخائمه. لا قدر الله لو رزقك الله اما غير صبور وزوجا مطيعا صبورا والحت عليك الام في فراق الزوج والا فهي عليك غضوب. اذا كان خلفت اولاد عندك اولاد ما تسمعش كلام الام مراعاة لحق الاولاد، واذا كنتش لسه ما خلفتش طلق وخلاص واصبر لحد ما امك تموت وبعد ما تموت يبقى اتجوز. معلش اذا كانش انجب اولاد ولا مراته حامل الحكايه سهله، يسرحها باحسان ويروحها بدل ما يعيش في ازمه بين امه ومراته. هيعيش في ازمه مش هيعرف ينتج في دنيته. امه كل يوم متخانقه مع مراته ومراته كل يوم متخانقه مع امه، هيلتفت لعبادته وعمله ازاي؟ ده هيفشل. يبقى في الحاله دي اذا ما كانش انجب ولا مراته حامل يطلقه مع السلامه ويقعد بقى جنب امه. يطيعها بقى وخلاص ويصبر على ما ابتلاه الله به. واخد بالك؟ ويرضيها. وبعد كده اذا كان انجب يخلي دي في بلد ودي في بلد، دي في حي ودي في حي، دي في شقه ودي في شقه، بعاد عن بعض مش في نفس العمار عشان يحرقوها. لو مش مستطيع بقى وعنده عيال يفضل بقى قاعد كده هو يزور الاولياء ويقول يا رب يا رب اهديهم. يفضل بقى كده ليل نهار. يصلي كل يوم بالليل في ساعة إجابة لعل ربنا يغير القلوب. سيدنا أبو هريرة أمه ما كانت رافضة الإسلام، راح لسيدنا رسول الله دعاله قال له ادعي الأم يا رسول الله ربنا يهديها للإسلام. دعالها على ما وصل هناك لقاها بتغتسل بيخبط الباب قالت له انتظر حتى أغتسل ودخلت الإسلام. إيه الحلاوة دي؟ بالدعوة. وقد اتبعت كل اساليب الملاينه لاقناعها وانتهى الامر دون نتيجه. ما هو الحل قلته له. ابعت لعبد الوهاب مطاول في بريد الاهرام. ذكرتم في المحاضره السابقه ان قراءه كتب ابن القيم لا توصل المريد الى الله. ده على رايي انا يا جماعه، رايي مش ملزم. انا جربتها مع نفسي ما وصلتش لحاجه. انت لما بتسال شيخ الشيخ بيقول لك رايه هو مش بيقول لك مطلقا. فهمت ازاي؟ بس خبرته هو مش مطلقا. عايز تقرا فيها اقرا براحتك. ادي كل حاجه. انت دلوقتي بتلزمني بخبرتي انا. طب خلاص انا مشيت في الشارع ده لقيت فيه ضحيره، قلت لك دي ضحيره. تقول لي لا انا عايز امشي فيها وهاخد بالي، امشي خد بالك براحتك. فهل قراءه الكتب الاولياء الواصلين مثل سيدي عبد القادر جيلاني يوصل المريد الى الله بدون دخول تحت يد شيخ عارف؟ عمر ما حد هيوصل بالقرايه والثقافه. اللي هيوصل بالاجتهاد والمجهود. سيب بقى الكتب ونفذ المعلومات اللي تعرفها دي واجتهد مع الله. القرايه لا، القرايه بس مجرد انها بتزيل النفس عن بعض الاشياء، بتفهمك بعض الدقائق، بتفهمك بعض الاشارات. لكن مش هي اللي هتوصلك. انت مش هتوصل الا بربك طول ما يجدك في جهد مجتهد لعله يفتح لك الباب. بس داوم قرع الباب حتى يفتح الباب. بس وفي الاسراء والمعراج ان جسد النبي لم يفارق الفراش. وكيف ذلك يا سيدي؟ ما انا بقول لك ربما يكون ربنا سبحانه وتعالى طوى له الاماكن فجاءته الى مكانه حتى كانت سدرة المنتهى في مكانه دون ان يفارق شيء. فالذي فارق الاشياء هي التي فارقت للنبي والنبي لم يفارق. ولكن ربما ان يكون النبي ايضا اثاره. لان باين هو المساله ان النبي لم يفارق الفراش لان لقوا ان الجسد مكان الفراش بنفس ايه؟ سخونه الجسد. دليل انها في لحظه لطيفه تم كل هذا اللقاء الطويل العجيب. يبين اللحظه اللطيفه لكن ما بينش انه فارق او لم يفارق. والربح انه فارق الفراش. انا في اعتقادي انه فارق الفراش. واخد بالك؟ والله اعلم. علشان يبقى ذهب الى هناك وصلى في المسجد الاقصى ثم بعد ذلك عرج به الى السماوات العلى في لحظات لطيفه لا يعلمها الا الله. واقدر هذا الجسد الذي قد لا يتحمل جعله متحملا ليبين انه ليس جسدا معتادا بل جسد اقوى من جسد سيدنا جبريل.
جسد النبي اقوى من جسد سيدنا جبريل. وعلشان كده لما سيدنا جبريل وصلوا الى سدرة المنتهى، سيدنا جبريل ما قدرش يكمل خطوة، لكن النبي خطا، لان ده مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء للارض ضاق صدره فاحتاج لشرح الصدر، صح؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. ربنا شرح صدر نبيه، قال له ألم نشرح لك صدرك؟ قال له لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لأنه انتقل من الحضرة التي كان فيها أولا إلى الأرض فضاق صدره بسبب كثرة الحجاب، لأنه كان نبيا أولا ثم صار نبيا رسولا، فكان له التفات أولي إلى الحضرة القدسية مع الله، فلا التفات لسواها. فلما من عليه بالرسالة صار له التفاتين، التفات إلى الحضرة لمقام النبوة، والتفات إلى الخلق بمقام الرسالة، فاستشعر ببعض الضيق فشرح صدره. فلما عاد إلى حضرته الأولى عند سدرة المنتهى ما احتاجش حتى مرافق، لأن دي حضرته التي كان فيها، وصل بيته خلاص، عايز مرافق ما يحتاجش مرافق، ده وصل بيته. وده يبين أن كان له وجود في الحضرة قبل ذلك، لأنه دخل بلا دليل، فكأنه دخل بيته الذي يعرفه صلى الله عليه وسلم. كل دي إشارات تستوعبها تستوعبها، مستودعات ما يجراش حاجة، ارفع لي إيدك بقى للصبح أنت حر، مش هسمع لك. مش شرط يا سيدي تستوعب كل اللي انا بقوله، ومش شرط ان انا وافق على كل اللي انت بتقوله، هنفضل مسلمين حلوين حبايب وخلاص، وانت اللي في مخك ده على قده، واللي في مخنا ده على قده، وربنا يفصل بين العباد المسلمين الحلوين يوم القيامة. ما رأي الاسلام في حساب الجمل؟ وهل هذا يعتبر تدخل في علم الغيب؟ العلماء في القرون الماضية كانوا بيأخذوا بعلم الجمل وكانوا متبحرين فيه. علم الجمل ده اللي هو علم الأرقام الأبجدي، يعني كل رقم أبجدي ليه رقم كبير ورقم صغير، واخد بالك، ويبتدي يجمع الأرقام دي تقوم تدل الأرقام دي على معاني أخرى ويستدل منها على أشياء. أنا رأيي والله أعلم، رأيي الخاص، إن هذا العلم ورثوه الناس عن اليهود، واليهود حرفوا به التوراة وفهموها على غير معناها، فهو ذو خطر، علم ذو خطر. ولكن العلماء في القرون السابقة أخذوا به لأن كانوا علماء عاملين عالمين، فكانوا بيتجنبوا الخطر منه ويأخذوا بس الميزة اللي فيه، بس يأخذوا بعض المبشرات، يأخذ بعض الأشياء، لكن ما كانش إيه يبدل به كلام الله. ولأن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يعلم ان هذا العلم قد يضل الناس، اندفع وارتحنا منه وريحنا منه، لان الخير الذي ينفع الناس يمكث في الارض، واي حاجة لا تنفع الناس كايه زي الزبد تذهب جفاء. بعد اذنكم ممكن التفصيل في مقام الفناء في الكتاب، هنتكلم عليها بعد كده في المقامات وفي الاوقات في اخر الرسالة، وما هي العلاقة بين الرضا والفناء في الصفات. الرضا مرحلة، الرضا دي مسألة مش في الفناء، الرضا دي مرحلة يمر بها العبد انه يسلم بالله ثقة بالله. ما هو الرضا دي معناها ان هو يثق في الله، ان يثق في اختيار الله له ان يكون افضل من اختياره لنفسه. فلما يعلم ان اختيار الله لنفسه اوثق من افضل من اختياري لنفسي، يوم يرضى بما قسمه الله له في كل الاحوال، فدي علامة الثقة بالله. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اي اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك. مما وقع علينا العلم ذكرها في باب العلم، ذكرها في وسط باب العلم. انا لم اقرأ في الاحياء، نقلتها عن واحد قال ان الامام الغزالي قال كده في باب العلم من كتاب الاحياء، لكن انا لم اطلع عليها في كتاب العلم.
لا اقرا كتاب العلم كله انت بتجدها فيه. واصل ساعات برضه هقول لك حاجه، بعض المخطوطات ساعات بيتحط فيها حاجات ما يكونش الشيخ كتبها، يكون بعض اضافات من بعض الكلام ده من بعض القراء على مر العصور، وبعدين تجد المخطوط ده يقع في ايد واحد يقراه، وبعدين يجي بعد كده في التحقيقات يشيل حاجة يعمل حاجة، فانت ممكن تكون النسخة اللي في ايدك بعد ما حققت شالوا منها دي او ما حطوهاش، لكن هو نقلها السيد عبد الله الصديق الغماري في مقدمة كتابه دلالة القرآن المبين على ان النبي افضل العالم، وقال هذا مما يؤخذ على الامام الغزالي، ونقلها ايضا الشهاب القتاني في شرح في نسيم الرياض في شرح شفاء عياض عن الغزالي. كان ايامهم عندهم مخطوطات ما كانش لسه طبعت وما كانش لسه حققها، فالله اعلم. اي شيء اذا تيسر لك الشيخ خير وبركه، لم يتيسر فجاهد مع الله على سنه حبيبك المصطفى مع مجالسه الصالحين مع الالتزام بالاوامر والنواهي مع الالتزام بالاداب مع التواضع مع عدم التعالي، ان اللي انت فهمته بس هو سقف المعرفه، مفيش معرفه بعديه. لا تعتبرش ان اللي فهمته ده هو سقف المعرفه، اللي انت عرفته ده هو يا دوب الوقت، لكن بعد كده المعرفه لا سقف لها، دي الحقيقه، والمعارف لا تنتهي، والاشارات واللطائف لا تنتهي، ففي اشارات ولطائف عجيبه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليها واشهد بها على غنمي ولي فيها مارب. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا حية تسعى. قال خذها ولا تخف. خلاص واضحة معجزة سيدنا موسى. واحد ثاني يسمع النبي يقول لك لا، ده هو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له ألا يعتمد على دنياه، لأن عصاته بها كل رأس ماله في الدنيا، فجعلها رمز للدنيا، فأراده ألا يعتمد عليها، فلما ألقاها خاف منها لما عرفها على حقيقتها، فلما خاف منها وعرفها على حقيقتها قال له خذها ولا تخف. هكذا الدنيا يفهمها كده واحد، يفهمها كده واحد، يفهمها يجرش حاجة تحتمل. وعلى شكرا ناس قالوا ان ده رمز للدنيا بالرغم انها معجزة سيدنا موسى، بس في ان واحد رمز للدنيا ايضا، واخدها فيها اشارة فيها لطيفة فيها هكذا. فما تقولش ان سقف المعرفة ان الاية دي هي دي معجزة سيدنا موسى بس ما فيش حاجة تاني، لا ده كل آية ليها ظهر وبطن ومطلع وشغلانة ليها سبع وجهات نظر في كل آية، والقرآن في الآخر بعد ده كله يأتي كألم يمسه أحد يوم القيامة، تفاجأ إنه في معاني محدش تطرق إليها قبل ذلك. والله أعلم. نراكم بخير، وربنا يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضى ويعلمنا ويعلمكم، ويفتح علينا فتوح العارفين بحكمته، وانشر علينا فضله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.